اهلا بحضراتكم مره تانية من جديد. اسمحوا لي ارحب بضيفي كابتن محمد الفيومي نجم نادي الزمالك السابق. ازيك كابتن؟ الحمد لله تمام. عامل ايه؟ الحمد لله. ايش يا كابتن؟ حبيبي شمعك بس. حبيبي ربنا يخليك. يمكن في البدايه طبعا لازم اتكلم عن مباراه الزمالك وزريمز، ولكن خليني اسالك، شفت ازاي مباراه الذهاب واللي كانت مباراه نحس مش عايز ادخل الكوره، خلصت بتعادل فريقين 0-0؟ أو ممكن يكون احنا ما كانش عندنا بنقول الغل شويه في ان احنا نجيب جول او الاصرار على المكسب. ممكن شفناها في اخر كوره، بس اللي انت تبقى مصر ان انت تجيب بهدف عشان تسهل الماتش هناك. بس انا بقول دايما، يمكن قلت معاك قبل كده برضو، احنا فرق كبيره لازم تعمل مكسب سواء هنا او سواء بره. ادينا مباراه كويسه، بس اصرارك على المكسب لا، ما كان ممكن تكون كان قليل شويه. شفت اي ملامح خطوره للفريق دريمز الغاني؟ لا لا، على بعض الفترات هم على ما اعتقد فرقه مجهوله الهويه، لعب برضه في استاد القاهره ممكن يديك شويه حماس شويه او دافع شويه ان انت تعمل مباراه كويسه. ده الفريق دريمز؟ طبعا. ليه؟ اشمعنى؟ بص، احنا انا بقول لك دايما لما في فرقه صغيره بتلعب فرقه كبيره في ملعب محترم قصاد جمهور زي كده، كله بيبقى حاول ان هو بيسوق نفسه او يقول للناس ان انا موجود، سواء في فرقه في بطوله افريقيا، في الكونفدراليه، في الدوري المصري. الملعب برضو بيساعد ان انت ممكن تلعب كره بصوره كويسه. في حد لفت نظرك في فرقه دريمز ولا شايف مستويات كلها متواضعه؟ لا 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 عادي. مفيش حد؟ لا لا، الأجواء في مباراة العودة هتبقى مختلفة. زميلنا مراد من شوية كان معانا في لينك من غانا وقال لنا إنه الجو حر جدا، نسبة الرطوبة عالية، الأكسجين يا دوبك اتعودنا عليه. طبعا نسبة الأكسجين تبقى مختلفة. شايف الأجواء دي إزاي؟ خصوصا مباراة أفريقيا بتبقى مباراة عنيدة جدا، فرقة تبقى يعني متواضعة جدا جدا جدا، وظروف المباراة والملعب تحس إن أنت بتلعب مدريد يعني. لا بص، هو احنا البطل. انا بقول احنا اول مباراه لازم يبقى لنا البدايه ان احنا نبقى ان احنا نركب المباراه ان شاء الله بعوده زيزو. انا ما اعتقد، انا سمعت ان شيكابالا النهارده اتصاب. شيكابالا اتصاب بالاماميه النهارده، جاله شد، نقول له الف سلامه، هنفتقده طبعا. بس مع عوده فتوح وزيزو انا بقول ان شاء الله ان احنا نبقى لنا البدايه والاولويه ان احنا نكسب ان شاء الله، و نركب الماتش من اوله، او ناخد البدايه من اول المباراه ان احنا نادي الزمالك وان احنا هنلعب على النهائي. وان شاء الله يبقى ماتش، انا بقول ان شاء الله يبقى ماتش سهل بالنسبه لنا. ماتش سهل في ظل الاجواء دي كلها؟ لا لا عادي، البطل ما بتفرقش معايا. دايما الفرق الكبيره البطل ما بتفرقش معايا. بعدين النتيجه ممكن تكون خادعه 0-0، بس انت بالنسبة هناك جول يركبك الجيم من بدري، جول يصعبك. تشوف ازاي حتة ان الزمالك الفترة الأخيرة ما بيستغلش كمية الفرص اللي بتجيله؟ يعني يمكن في مباراة الذهاب جالنا أكتر من فرص ما استغلناهاش، في أكتر من مباراة في الدوري العام جالنا فرص سهلة جدا 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 وبنضيعها. فمباراة زي دي ما تستحملش الكلام ده خالص. لا طبعا. لا لا، في الماتشات اللي هي زي دي الفرصة بجول. ممكن يكون سوء التوفيق، ممكن يكون استعجال، ممكن يكون سوء تمركز، سوء قرار. بس عندنا لعيبه تعوض كل ده ان شاء الله. انا بتمنى الجونين بتوع سيف في ماتش الاهلي دول يكون دافع كبير بالنسبه له، كان في اخفاق المباراه اللي فاتت، ويعوض ان شاء الله الماتش ده ويبقى لينا المكسب باذن الله. شفت ازاي تشكيل اللي بدأ بيها جوميز المباراة اللي فاتت؟ كان عندك تحفظات على بعض الاختيارات ولا دي الأمثل؟ لا ده كان الأمثل، لأن أنت عندك غيابات وعندك إصابات. برضو احنا افتقدنا، أنا بقول أهم عنصر من عناصر القوة بالنسبة لنا زيزو. فإن شاء الله عودته تبقى بالنسبة لنا كويسة يعني إن شاء الله. مشكلة حراسة المرمى وإصابة صبحي وعواد المباراة اللي فاتت اتصابت، ويمكن اتنين عندك حراس مرمى على أعلى مستوى لكن لسه صغيرين، ما عندهمش الخبرة الإفريقية الكافية إن هم يلعبوا مباراة زي دي. شايف إزاي مشكلة حراسة المرمى في نادي الزمالك؟ لا قدر الله يعني. لا أنا بقول إن يعني الماتشات دي ما محتاجة الخبرة أكتر منها، إن محتاجة الشباب. إن شاء الله يبقى عواد موجود معانا في المباراة كاملة،
ويقدر باذن الله يكمل المباراه ويبقى سد مانع بالنسبه لنا ان شاء الله. شايف ايه الخطه والفورميشن اللي يبدا بيها جوزيه جوميز المباراه القادمه؟ لو انت كده نحط خطه مع بعض يعني تشكيل. انا لو هلعب 4 3 3 و عواد والاربعه اللي ورا عمر جابر فتوح مسلوسي حسام عبد المجيد، ولا شايف انه لا هلعب المسلوسي وحسام عبد المجيد وهلعب فتوح، ولو عمر جابر موجود عمر جابر جاهز فتوح جاهز يبقى ما هو ده خط الديفنس. انا بس عندي ممكن يكون في تغيير في نص الملعب، ان انا العب حمدي ودونجا ولاعب شحاته مثلث متيابه ممكن يكون بديل للشوط الثاني، على الاقل ان انا ادي حريه لاحمد حمدي اكتر ان هو يبقى يهاجم اكتر، ولاعب دونجا وشحاته في نص الملعب. متيابه يبقى بديل لحمدي مش لزيزو؟ لا 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 ما فيش بديل لزيزو ان شاء الله يبقى موجود. لا هو موجود اقصد، يعني انت لو حبيت تعمل لا هلعب زيزو، لو حبيت تنزل متيابة تنزله مكان حمدي وتنزلوش مكان زيزو؟ لا لا مش هطلع زيزو. لا ممكن اطلع حمدي، لاعب سيف وزيزو ومصطفى شلبي. سيف وزيزو ومصطفى شلبي، ليه مش سامسون اكنه لا ياخد فرصه؟ لا لا يعني الماتشات دي محتاجه الخبره اكتر منها، انا قلت لحضرتك محتاجه الخبره اكتر منها عنصر الشباب، وانا شايف سيف فرود منتخب تونس وفرود نادي الزمالك، وانا بقول ان هو فرود الاول في نادي الزمالك، رقم واحد في نادي الزمالك. طب التبديلات اللي ممكن تعملها في مجريات المباراه، ممكن تستخدم ايه الاوراق اللي معاك على الدكه ممكن تلعب بيها؟ لو انا محتاج مكسب هلاعب ناصر ماهر. و ناصر ماهر مش معاك؟ انا قصدي ناصر منسي. انا سوري ناصر منسي مكان مصطفى، والعب ناصر وسيف الدين الجزيري، بالنسبه لي حاجه كويسه. ومتيابه ممكن العبه، انا قلت لحضرتك مكان احمد حمدي. هم دول اكتر حاجات او اكتر الناس اللي ممكن تبقى مشاركه في الماتش. طب نضاي تألق المباراه اللي فاتت شفناه كان عامل جبهه، يعني بيحاول موت نفسه، وكان فتوح ما كانش موجود، كان هو بيطلع ويرجع يطلع ويرجع، شايف انه ما ندوش فرصه كمان المباراه دي؟ يمكن كمان اجواء افريقيا هو ممكن يكون متعود عليها بعض ما، يعني الجو الرطوبه طريقه اللعب الملاعب. لا لا ما انا برضه هرجع لحضرتك اقول لك ان انا عندي منتخب مصر في الملعب، ما بتكلم النهارده بتتكلم على فتوح، ممكن يكون نضاي ليه، ممكن لو فتوح مش جاهز بدنيا 100% وهيكمل المباراه ممكن يبقى نضاي موجود. لا انا بتكلم قدام يعني مكان شلبي. لا لا ما لا هو ده يعني ما انا شايف مصطفى، مصطفى ممكن يكون الفتره الاخيره مش جاهز او مش مثلا 100%، بس انا بتكلم ان هو عنده حلول كتيره جدا اكتر من نضاي. يعني انت شايف ان رجوع فتوح وزيزو وعمر جابر، يمكن مباراه الذهاب ما كانوش ثلاث لعيبه موجودين، زيزو كان مصاب، فتوح مصاب، عمر جابر مصاب، وكمان جوزيه جوميز يعني بيصعب علينا، يمكن قلتها امبارح في الهوا انه مباراه مع ناصر ماهر وسيف فاروق جعفر وكابتن عبد الله السعيد مباراه ثانيه من غيرهم، فاحنا بنتكلم في حوالي ست لعيبه من اصل 11 لعيب، حارس مرمى يبقى ست لعيبه من اصل 10، ازيد من 50% من الفرقه مش معاه في مباراة هامة في افريقيا. تحلل ده ازاي؟ شايفه ازاي؟ يعني الراجل ما بيصعبش عليك؟ لا هو طبيعي، ما يعني ما عشان انا جربت الموضوع ده في اللعب، طبيعي ان انت بتفتقد ست لعيبه من العناصر الاساسيه في ماتش زي ده. لو ست اسماء يعني ست منتخب مصر. لا طبعا. مستريح. طبعا. فبتعمل لك مشكله او دروب في طريقه اللعب او في الانسجام اللي انت بتلعب بيه. بس انت اللي برضه بيرجع لك ثلاث لعيبه، انا شايف ان هم من افضل الثلاث لعيبه اللي موجودين في مصر حاليا وموجودين في نادي الزمالك، وخبرات هتساعدنا في المكسب وخبرات هتساعدنا في مباراه انت بتقول صعبه وجو ورطوبه، وبرضه هم لعبوا في الاجواء دي، اذا كان زيزو اذا كان فتوح اذا كان عمر اذا كان سيف مسلوسي حسام ودونجا واحمد حمدي، شايف ان حاجه كويسه وعناصر كويسه واسماء جامده جدا في المباراه انها تخلصك من البدايه على طول. لو مكان جوزيه جوميز هتشتغل ازاي على حته تغيير طريقه اللعب وتغيير اللعيبه اللي معاك وتغيير اوراقك الهجوميه والدفاعيه؟ بنتكلم على الجنبين، عمر جابر فتوح معاك مباراه مش معاك مباراه ثانيه، دلوقتي هما معاك غير مباراه الذهاب، لو مكانه هتعمل ايه؟ هتغير طريقه اللعب؟ انت بتقول لي انت غيرت تشكيل المباراه دي، قلت هتلعب 4 3 3. تمام.
ده بيترتب عليه انك معاك اللعيبه دي، ولو مش معاك هتلعب بطريقه لعب تانيه خالص؟ ممكن لو انا مش معايا اللعيبه دي جاهزه، ممكن العب 4 4 2، ممكن العب ابدا بسيف وابدا بناصر منسي. لما انا بتكلم ان اللعيبه دي عنصر انت اساسي. انت كده بتهاجم نازل لا لا ما هو بص، انا طبيعي انا بلعب كنادي الزمالك وبقيم نفسي كبطل، فانا لازم العب كده، ما العبش بطريقه دفاعيه ولا العب ما استنى رد الفعل، لازم ابقى انا الفعل الاول، ان انا يعني ابدا بالهجوم الاول، ابدا ان انا اريح نفسي في المباراه عشان ما ادخلش في اجواء هتبقى صعبه الشوط الثاني لو النتيجه فضلت 0 0 او هم تقدموا. انت لو بدايه انت كسبان المباراه تبقى سهله ان شاء الله. طيب النهارده كنا بنعرض صور لجمهور نادي الزمالك اللي مسافر على نفقته الخاصه من القاهره الى كوماسي، وتذاكر الطيران غاليه جدا واكثر من ترانزيت عشان يوصلوا كوماسي. شايف ازاي قد ايه جمهور الزمالك واقف في ظهر الفرقه؟ يعني مش عايز اقول لك، مش هتكلم من اول الموسم، لا ده من سنين السنين، ولكن بانت اكتر الفتره دي. الصوره معانا اهي لو حضرتك شايفها، جمهور نادي الزمالك والترحال لكوماسي لغانا لمؤازرة الفرقة في مباراته الهامة المرتقبة القادمة. أنا بقول دايما ده أوفى جمهور ممكن تشوفه أو تحس بيه جوه الملعب أو بره الملعب، مساندة غير طبيعية في ظل الظروف ممكن تكون كويسة جدا هو واقف معاك، في ظل الظروف تكون سيئة برضه هو واقف بتظهرك. انا بشكرهم واتمنى التوفيق لنادي الزمالك، واتمنى التوفيق ان احنا نكسب ان شاء الله، عشان الناس اللي سافرت دي تعب ومشقه وحاجه صعبه جدا في ظل اجواء ده اكتر من بلد، يعني اكتر من محطه ترانزيت هيروحوها كمان عشان يوصلوا كوماسي. يعني موضوع يعني ماديا برضو مرهق شويه. لا مرهق شويتين ثلاثة أربعة يعني. بس أنا أسعار التذاكر عندي، ولكن يعني مش حابب إن أنا أقولها، ولكن الاسعار ارقام مرعبة. بص ده انا دايما بقول ده حب النادي، ان هو ده بحب البيت. لو انت بتتعامل كبيتك، النادي كبيتك الاول، لا طبعا بتضحي بكل شيء عشان يبقى احسن مكان. وانا بقول ربنا يكون في عونهم ان شاء الله ونرجع مبسوطين باذن الله. مجلس اداره نادي الزمالك وفر كل حاجه للفرقه، يمكن مجلس اداره بالكامل سافر مع، مش بالكامل لكن سافر مع الفرقه. شفنا كابتن احمد سليمان، شفنا كابتن حسين لبيب، دكتور حسام مندوه، دكتور عبد الله جورج، كله مسافر عشان يؤازر الفرقه. طياره خاصه لنادي الزمالك لكوماسي مباشره، فندق الاقامه، ده كله كنا ساعات مفتقدينه. يقول لك في معسكر لنادي الزمالك ولكن مش متوفر كل سبل الراحه، ناس كتير تتلاقيها في المعسكر ملهاش اي لازمة، ناس موجودة، ناس مسافرة. دلوقتي كابتن عبد الواحد السيد قافل على الفرقة بشكل كويس جدا، ده بيديك ريفليكت أو بيديك انعكاس على طريقة نادي الزمالك للبطولات، لاهتمامه ازاي ياخد بطولة، ازاي يلعب مباراة زي دي. أنا برضو قلت قبل كده مع حضرتك إن أهم حاجة للاعب الكورة الاستقرار، استقرار مجلس إدارة، استقرار جهاز فني، استقرار جوه التيم نفسه. انا شايف ان الفتره الاخيره الناس او مجلس اداره والجهاز الفني موفرين كل شيء لفرقه كبيره، لفرقه بطل. ده اهم شيء في بالنسبه لي انا كلاعب كوره، ان انا الاقي ان النادي كله من اوله لاخره مستقر، وبمجلس اداره موفر كل شيء، بمجلس بجهاز فني، بمدير كوره محترم بيعرف يسيطر على الفريق، بيعرف يوفر كل الامكانيات. ده بيساعدني انا كمان ان انا بقى من جوايا ان انا عايز اكسب، ان انا عايز اعمل حاجه كويسه عشان افضل مستمر في المنافسه وافضل استمر في البطوله. خليني اسالك عن كلام جوزيه جوميز مع اللعيبه. لو انت مكان جوزيه جوميز وبكره المحاضره الاخيره والتدريب الاخير قبل اللقاء بعد بكره، هتتكلم مع اللعيبه تقول لهم ايه؟ هتكلم ان انا اولا ان انا نادي الزمالك، ان انا البطل. ما انا مش فارق معايا الاجواء اللي محيطه بالملعب او جوه الملعب او ان انا بهادي في القرار، ان انا بهادي جوه الملعب، ان انا مش هادي الهدوء ان انا ابقى ريلاكس، لا هادي ان انا اعرف اتحكم في مجريات المباراه. انا كمدير فني هقول ان انا اول ربع ساعه 15 20 دقيقه لازم ان انا ابقى ليا السبق في ان انا احرز هدف، ان انا اجيب هدف عشان المباراه تتسهل عليا.
بعد كده امشي المباراه زي ما انا عايز، ما اخليش الضغط عندي طول الوقت، لا انا اصدر للخصم الضغط، يغلط يبقى قلقان، دايما يبقى قلقان، قلقان من الخطا، قلقان من النتيجه. ده هيساعدني انا جوه الملعب ان انا ابقى انا راكب المباراه، وكمان ادي تعليمات لزيزو، لاحمد حمدي، لسيف، ان الكره عندنا في نص ملعب الخصم ما افقدهاش ابدا، هتفضل تبقى تفضل معايا على طول، استحواذي هو اللي هيبقى. دي طريقه لعبه اخر خمس سبع مباريات، دي طريقه جوزيه جوميز، الكره معايا في نص ملعب الخصم بحاول اسيطر، ولكن الادوات والتولز واللعيبه والخامات اللي معاك في مباراه الدوري غير اللي معاك في الكونفدراليه. هم بص الاسماء دي كلها تقدر تتحكم في المباراه. كل الاسماء اللي انت بتقولها سواء اللي موجودين دول او اللي مش موجودين تتحكم في المباراه، سواء في الدوري او سواء في البطوله الافريقيه. كلهم منتخب وكلهم اسماء تقيله جدا في الكوره. انت النهارده عبد الله بيلعب في الدوري ما بيلعبش في الكونفدراليه، زيزو النهارده كان مصاب، النهارده رجع. شايف احمد حمدي اضافه قويه جدا في المكان ده في نص الملعب عندنا. شايف برضو ان محمد شحاته هيبقى ليه دور كبير قوي في موضوع نص الملعب ده عندنا. لاعب محترم، وانا شايف ان هو مع الوقت هيبقى حاجه جامده جدا جوه نادي الزمالك. شايفه كده ستايل مين من اللعيبه القديمه او لعيبه نادي الزمالك يعني؟ بص هو الولد ما شاء الله، او محمد ما شاء الله حاجه، بس هو ممكن يكون في شويه من طارق في القوه. انا شايف كمان ان هو ممكن مع الوقت هيبقى شخصيه او قياديه جوه الملعب حاجه جامده جدا ما شاء الله. كمان هو عنده استحواذ في الكره كويس، عنده الدبل كويس، عنده قرار كويس، اتمنى له التوفيق. هو كمان يعني بالنسبه لسنه لا شخصيه طبعا. ايه اسباب تراجع مستوى مصطفى شلبي؟ كثرة الاصابات. انا مصطفى عارفه من بدري، من فتره طويله جدا، وكنت بتفرج عليه من اول ما كان في بترول اسيوط لحد ما وصل لانبي. انا بقول له يعني خلي الضغوط اللي بره الملعب دي بره الملعب، خلي اي حاجه إيه بره الضغوط اللي بره الملعب، يعني يكون في ايه ضغوط بره الملعب؟ بص ايه الضغوط اللي بره الملعب على لاعب يخليه ياثر مثلا في مع فرقته، في التركيز مع فرقته؟ ممكن يكون هو بيسمع او هو بيقرا او تعليقات السوشيال ميديا قصدك؟ طبعا. طب ما كل لعيبه مصر بتقرا وبتسمع. لا في ناس بتستحمل، في ناس ما عندها القدره انها تستحمل، وفي ناس ممكن تكون قلقانه شويه ان هو ماتش وحش ماتش كويس، اداء ثابت، ممكن تكون اصابه برضه معطله شويه مقلقه شويه. واصابته كانت، لان انا كان عندي نفس الاصابه برضه، كانت اوقات كتير كانت بتعطلني. انهي اصابه فيهم يعني؟ هو اتصاب اكتر من مره؟ لا الاصابه بتاعت اللي هي المشط الرجل دي برضه كانت عندي نفس الاصابه كده. حتى انا حاولت اتواصل معاه بس ما تواصلتش، ما وصلتلوش. دي بتعطلك شويه، الاصابه دي رخمه، فممكن تكون هي دي واخده برضه من تفكيره شويه، مع برضه الضغط الاعلامي او الضغط بتاع السوشيال ميديا ده برضه مأثر عليه. انا بقول له يعني هو لعيب كبير وما شاء الله، هو عنده احسن من كده مليون مره، لان انا قلت لحضرتك انا شفته، انا اتفرجت عليه كتير قوي في انبي. لا هو عنده حلول غير طبيعيه في الكوره، بس برضه يعني خلي تركيزه في الكوره بنسبه 100% بس. ترافيس موتيابا ده ما شاء الله، يعني ما شاء الله، يعني شخصيته جوه الملعب ما تقولش ابدا ان هو صغير، ما تقولش ابدا ان هو تحت السن، لا لعيب كبير. كنت بتكلم انا واولادي عليه ان هو حاجه صغيره كده بس في الكوره ممتعه، تحب تتفرج عليه في الكوره. شفته في التدريبات او في مباريات غير المباريات الرسميه اللي لعبها؟ يعني انت شفته في الزمالك او حاجه؟ لا في الماتشات الرسميه بس. هو مش محتاج يعني لعيب الكوره، تحس كان ناقصه جول كده، لو جابه هتفرق معاه جدا جدا يعني. بس هو في فرصه في ماتش الاهلي لو كانت جت جول كان جابها جول، كان هيبقى الشوطه اللي هي طلعت بره دي. بس هي جت في ظهر رامي ربيعه واتحسبت اوت، اتحسبت ضربه مرمى، ما اتحسبتش كورنر يعني. يمكن كابتن ابراهيم نور الدين ما شافهاش او حاجه. لا لا هو لعيب كبير ولعيب ما شاء الله في المكان ده، مفتقدين اللعيب اللي هو الاشول اللي هو يبقى عنده القرار دايما ان هو يروح للخصم. يمكن عندنا هنا مهاب، يمكن مهاب لعب معايا في نادي نجوم السابق. مهاب برضو عنده حاجات كتير قوي في الكوره، عنده حاجات كتير جدا لسه يقدمها. بقول له ربنا يوفقنا وان شاء الله باذن الله نكسب.
واتمنى ان شاء الله ان احنا نبقى نعمل مباراه تليق باسم نادي الزمالك ان شاء الله. مين من الصفقات الجديده شايفهم فارقين في اختلاف طريقه لعب نادي الزمالك واختلاف المستوى الهجومي لنادي الزمالك؟ تتكلم على احمد حمدي، تتكلم النهارده على عبد الله، تتكلم النهارده على متيابه. طبعا هيعملوا فرق كبير جدا. وانا بقول ونصر ماهر عشان ما انساش برضه، حاجه محترمه جدا في الكوره، من النوعيه اللي انا بحب اتفرج عليها، لان انا كنت بلعب شبه في المكان ده، فكنت عندي شويه حلول او شويه افكار ان انا اقدمها في الملعب، فكان الحمد لله ربنا مساعدني في القصه دي، فانا شايف ان دول افضل. ايه يعني شايفه بيفرق في ايه الحلول اللي هو ممكن يعني؟ انا دايما بحب اللعيب اللي بيلعب يعني بيلعب مباشر، يعني بيلعب بين الخطوط، يعني بياخد الكرة يروح للخصم، ياخد الكرة يعمل ثرو، يعمل باص، يعمل لونج باص مؤثر. هو كان احنا كنا في بعض الاوقات مفتقدين دي مع غياب زيزو. كان اخر واحد فرجاني بيعملها تقريبا على ما اعتقد من بدري، وزيزو لحد ما يعني قبل ما الناس دي تبقى موجوده او اللعيبه دي تبقى موجوده، كان زيزو هو اللي شايل كل القصه دي مع شيكابالا طبعا. بس كل ده بقى بيديك حلول في الملعب، ان انت بيبقى ليك الافضليه جوه الملعب، ان معاك عناصر كتيره جدا بتعرف تتحكم في الكوره، بتعرف تلعب اللعب المباشر مع الخصم. يعني في حاجات كتيره ممكن مع القرار انت تتفرج عليها تقول ده كان لازم يعمل كده، او كان يباص هنا، او كان يعمل لونج باص هنا. فدول بداوا يحلوا الامور، او اللعيبه بدات تحل الامور في جوه الملعب بطريقه سلسه. انت شفت ماتش، يعني بتكلم على جون جون الاهلي في الاول بتاع ثرو من ناصر ماهر لسيف الجزيري. لا لا لا، ثرو محترم وتفكير بدري بيخليك توصل بدري، غير ان انت ممكن تفكر طب مع الوقت هعمل هعمل هعمل، فتلاقي الامور في الملعب مش سهل. انما جون يعني ده الحاجات اللي بتعجبني. شفت لف جسمه ازاي ولعب؟ ما انا بقول لك دي حاجات من الحاجات اللي انت بتفكر فيها قبل ما تبقى انت في المباراه، بتدور على نقط الضعف بتاع الخصم وتلعب عليها. وانا شايف ان ده كان هو اكتر حاجه نقطه ضعف في المنافس، ان انت عندك من تحت من ورا الديفندرين او من ورا الديفندر وبين الباك او المساك او بين الاثنين. فعشان كده انا بقول لك دي افكار في لعيبه بتفكر. مصيف دايما مميز في الحته دي، انه ينقلك يدخل ما بين اللعيبه، يقف ما بين السرد باكين. ما هي دي، بص دي بقى الخبره اللي انا بتكلم عليها في الماتشات الكبيره، ان انت بتدور على لعيب بيعرف يتحرك، لعيب بيعرف ياخد قرار، لعيب بيعرف يتصرف لما الكره تجيله. كل الحاجات دي اتعملت في الجون الاول في بتاع ناصر وبتاع سيف. التحرك، الباص، الجاريه، الشوطه في الجول او التصرف في الجول، هو ده اللي بيفرق يعني عن لعيب عن لعيب. الزمالك والدوري الممتاز، الدوري لسه في الملعب؟ انا بقول طول ما انت البطوله ما خلصتش، طول ما انت عندك اصرار هتبدا البطوله في الملعب، مع توافر عناصر كتيره جدا جوه الملعب، مع لعيبه تقال، اسماء تقيله، لعيبه جامده جدا. انا بقول لا، البطوله لسه في الملعب. شايف ان الفوز على النادي الاهلي في المباراه الاخيره والثلاث نقاط اللي يعني ثلاث نقاط اخروا الخصم المباشر ليك هو النادي الاهلي ويخلوك انت تزيد ثلاث نقاط، شايف ان دي قربت شويه من الموضوع؟ الموضوع لسه بدري عليه، ست نقاط بينك وبين الاهلي تقريبا ليه مؤجلات. انا بتكلم بشكل عام ان انت دايما كل دوري بيبقى انت والنادي الاهلي الخصمين لبعض للدوري الممتاز. بص انا بقول دايما انا ماليش دعوه بالخصم، ايا كان الخصم هو يعني بنطوه قد ايه او فارق قد ايه وانا فارق قد ايه، انا بدور على انا شخصيتي، انا على بناطي، انا على جوه الملعب انا عايز ايه، او من البطوله نفسها عايز ايه. ثلاثة بونت طبعا فرقوا معانا جدا نفسيا كمان، يخلي اللعيبه تطلع اكتر ما عندها واقصى ما عندها عشان نحقق بطوله الدوري. الكره بنقول دايما الكره موجوده في الملعب، واصرارك وعزيمتك هو اللي بيبصلك للنجاح. اصابه شيكابالا مشكله طبعا. مشكله ان انت كابتن فرقه، حلول كتير بتبقى عندك، بس بتمنى ان الناس تعوض الاصابه بتاعته، او هو كمان يعني الحمد لله على كل شيء ان هو برضه يبقى موجود، او ان هو موجود معاهم، موجود في السفريه، كابتن فرقه، حافز ودافع ان الناس تكسب.
عشان برضو يبقى لنا نصيب ان هو موجود ان شاء الله في النهائي باذن الله. مهاب ياسر وزياد كمال تحس ان لما بينزلوا او بيقدموا كوره تحس فيهم لمسه مختلفه، شايف ان هم يبقى ليهم فرصه الفتره اللي جايه مباراه زي المباراه بعد بكره دي، شايف ان ممكن حد فيهم ياخد فرصه؟ بص انا يمكن قلت لك ان انا مهاب لعب معايا، مهاب عنده حلول كتيره جدا جوه الملعب، بس هو بيبقى ناقص شويه سرعه القرار، دي هتبقى فارقه معاه جدا. زياد طبعا هو لعيب محترم، محتاج بس ان هو يلعب عدد ماتشات ورا بعض عشان يرجع من الاصابه اللي كان موجود فيها، وانا بقول ان هو هيبقى عنصر قوي جدا في نص الملعب، كلهم ما شاء الله الناس اللي جت والناس اللي موجوده هيبقى لهم دور كبير جدا في نادي الزمالك ان شاء الله. رايك ايه في ثنائيه حسام عبد المجيد وحمزه المسلوسي؟ يمكن خلاص احنا اعتمدنا حمزه المسلوسي ثيرد باك خلاص. بص حمزه انا قلت لحضرتك قبل كده، حمزه اكتشاف في المكان ده ان عوض حاجات كتير جدا، من مكان باك رايت يلعب مساج، عنده سرعه تصرف، عنده رد فعل، عنده قرايه كويسه للخصم هو هيعمل ايه. حسام يمكن انا اشتغلت شويه جوه النادي في سنه 2017 كان هو لسه في فريق 2001، عنده امكانيات كبيره جدا وما شاء الله مع الوقت، وانا يمكن قلت لحضرتك برضو قبل كده وقلت له مع الوقت مع عدد الماتشات الكتير اللي انت هتلعبها ان شاء الله يبقى في حته كويسه جدا، وانا شايف ان الاثنين ما شاء الله مكملين بعض. شايف انه نقدر نستفيد من الثنائيه دي فتره طويله، ولا شايف انه حمزه مسلوسي لا محتاجين برضو نشوفه في حته باك رايت؟ لا لا هو لا انا بقول ما دام الاثنين كده مع بعض كويسين بقالهم فتره طويله لا يكملوا على كده مع عمر مع فتوح، لا انا بقول ان ده من افضل الخطوط الدفاعيه اللي هتبقى موجوده على المستوى الطويل. يعني رئيس نادي دريمز الغاني كان ليه تصريح وقال انه هيتم فتح المدرجات ببلاش لكل الجماهير الغنيه، شايف ده ازاي؟ ومع العلم انه فريق دريمز الغاني ملوش مشجعين من الاساس، هي اكاديميه ما كملوش 1000 يعني. بس دايما انا الفرق اللي زي كده لو انت سيطرت على المباراه وقدرت تكسبها من البدايه، العامل ده هيبقى في صالحك مش هيبقى في ضدك. العامل ده بالنسبه لهم هيبقى لصالح نادي الزمالك او لصالحنا جوه المباراه. فبالنسبه للنادي ده او الاكاديميه دايما لما بيشوف لعيبه كبيره او فرق كبيره الموضوع بيختلف مع اول هدف او اول رد فعل او فعل مباشر من نادي الزمالك، هتلاقي ان الموضوع اختلف تشجيع لنادي الزمالك. ربنا يستر. انا بصراحه مفيش حاجه خالص قلقاني، هو بس حته التوتر اللي هو ايه، انت خارج بره ملعبك، مباراه صعبه، انت مصعبها على نفسك، المباريات بتاعت اللي هي افريقيا دي اللي هي لما تطلع بره. رسالتك ايه للاعبي نادي الزمالك؟ لا لا الهدوء، مش عايزين نستعجل المكسب، بس لازم يبقى فيه اصرار على المكسب، وفي حافز ودافع بالنسبه لنا ان الجون بره عندك هيكسبك وهيصعدك، حافظ على الدرو لحد ما تجيب جول، وهو ده اللي ان شاء الله باذن الله هنتكلم فيها، يعني انا بتمنى من اللعيبه تعمل كده ان هي يبقى عندها اصرار على المكسب الجون هيصعدك، طول ما انت 0-0 ان شاء الله باذن الله، ولو ليك الاولويه انت احرزت جول او جبت جول الموضوع بالنسبه لنا هيبقى سهل ان شاء الله. ان شاء الله يا رب يسمع بقك ربنا يا رب. يعني كابتن محمد الفيومي نجم نادي الزمالك السابق، بشكر حضرتك شكرا جزيلا، نورتني. شكرا، انا كنت مبسوط معاك جدا. وانا كنت مبسوط ان حضرتك معانا. اعزائي المشاهدين استاذنكم نطلع لفاصل سريع ونرجع نستقبل ضيوفنا النقاد الرياضيين استاذ احمد الاحمر واستاذ مصطفى هلش، اوعوا تروحوا في اي حته تابعونا.